بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أرحب بكم أخواني وأخواتي في هذا اللقاء الجديد من هذا الشهر الكريم، ولا يزال الكلام متواصل وإياكم في ذكرنا لقصص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا هو اللقاء الثالث في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وملخص ما ذكرناه في الدرسين الماضيين في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام يتلخص في الأمور التالية: أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولد في مدينة بابل في العراق، ودعا أباه إلى التوحيد، وكان أبوه كما قلنا نجارا يصنع الأصنام، ثم لم يؤمن أبوه، ثم دعا قومه وكسر أصنامهم كما مر معنا في القصة، ثم بعد ذلك تركهم، أراد الخروج هو وزوجه هاجر عليه السلام وابن أخيه لوط عليه الصلاة والسلام، ثم وقعت له المناظرة مع ملك بابل النمرود بن النعمان، ثم بعد أن قام إبراهيم عليه السلام عليه الحجة انطلق إلى هو وسارة ولوط إلى الأرض المباركة وهي الشام، وتحديدا في حران، فوجد قومها يعبدون الكواكب وهم الصابئة، فدعاهم إلى الله تبارك وتعالى، وأيضا ناظرهم وأقام عليهم الحجة كما ذكر الله في سورة الأنعام. ثم بعد ذلك انطلق عليه الصلاة والسلام إلى مصر، ووقع له مع ملكه الظالم عندما أراد شرا بزوجته سارة، فعصمه الله تبارك وتعالى وحفظه، وأخدم زوجه سارة هاجر المرأة القبطية، ثم نزل مرة أخرى إلى الشام عاد مرة أخرى وتسرى بهاجر فأنجبت له إسماعيل، ثم انطلق بهاجر وإسماعيل إلى مكة تشرفها الله وتركهما هناك، ثم نشأ إسماعيل كما مر معنا وتزوج من جرهم، ثم أتاه إبراهيم بعد فترة وبني إسماعيل وإبراهيم البيت الكعبة شرفها الله، ثم بعد ذلك أمره الله عز وجل بذبح ابنه فاستجاب ابنه ففداه الله عز وجل بذبح عظيم، ثم عاد إبراهيم مرة أخرى إلى الشام. وهنا توقفنا عندما عاد إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى الشام، حيث زوجه سارة. قلنا قبل ذهابه إلى مكة، كنتم تذكرون قبل ذهابه بزوجه أو بجاريته هاجر وابنه إسماعيل إلى مكة، قبل ذهابه الأول أمر ابن أخيه لوط عليه السلام وكان نبيا، أمره أن يذهب إلى أهل سدوم، إلى قرى سدوم الواقعة والمتاخمة على البحر الميت في الأردن، فإن أهلها كانوا كافرين فجارا يفعلون الفواحش والمنكرات، فأمر ابن أخيه لوط أن يذهب إليهم وأن يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى. فمكث لوط عليه الصلاة والسلام سنوات طويلة، أو ما شاء الله أن يمكث في قرى سدوم يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى. فعندما عاد هذه المرة إبراهيم عليه السلام إلى الأرض المباركة إلى حران في أرض الشام أو في بلاد الشام، وكانت قبل ذلك كما قلنا في قرى سدوم كانوا يعارضون لوط عليه الصلاة والسلام، كانوا يعارضون لوطا عليه الصلاة والسلام، وكانوا قوما فاجرين كافرين يفعلون الفواحش والمنكرات، ويأتون في ناديهم أي في مجتمعهم المنكرات ولا يمتنعون عن ذلك، بل كانوا يأتون فاحشة ما سبقهم بها أحد من العالمين، يأتون الذكران من العالمين، وهذا انتكاس في الفطرة، يعني بهيمية، حتى البهائم تتنزه عن هذه الفعلة الشيطانية الإبليسية. فدعا لوط
عليه الصلاة والسلام ربه تبارك وتعالى. ونقف هنا ونترك قصة لوط يعني قليلا لنربط الأحداث وننتقل إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. سنأتي على قصة لوط إن شاء الله في هذا اللقاء، ولكن للترابط بين قصة لوط وبين هذه الأحداث من قصة إبراهيم، لذلك كان لزاما أن نذكر ما جرى لإبراهيم عليه الصلاة والسلام مع ابنه أو في ميلاد ابنه إسحاق عليهما السلام. جاءت الملائكة، وتحديدا كما قال أهل العلم ثلاثة ملائكة، ميكائيل وإسرافيل وجبريل عليهم السلام، جاءوا في صورة بشر إلى إبراهيم. فعندما رآهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام ظنهم من البشر وضيوف، فضيفهم صلوات الله وسلامه عليه. وكان إبراهيم صاحب بقر، يعني يملك أبقارا من ماله البقر، فأمر زوجته سارة التي كانت عجوزا وكانت عقيما، أمرها أن تأتيه بعجل مشوي اللي هو الحنيث. فعندما قرب إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقدم هذا الطعام العجل اللي هو ابن البقرة، اختار أسمن العجول وأفضلها ليكرم ضيوفه. فجهزت امرأته سارة عليه السلام هذا العجل وشوته وقدمه قربه إليهم. فوجد إبراهيم من هؤلاء النفر وهم ملائكة، فوجد منهم عدم رغبة في الطعام، يعني ما أقبلوا على الطعام، فأوجس منهم خيفة، وقع في نفسه شيء من الخوف والوجل من هؤلاء البشر. قالوا لا تخف، إنا أرسلنا إلى قوم لوط، إنا رسل ربك. فعلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء النفر هم من الملائكة وليسوا من البشر، وأخبروه مباشرة بأن سبب مجيئهم إليه عليه السلام أنهم مروا عليه في طريقهم وهم ذاهبون إلى قرى سدوم الكافرة الفاجرة ليحلوا بهم عذاب الله تبارك وتعالى. ولذلك قص الله تبارك وتعالى علينا، وهذا ما قصه الله تبارك وتعالى علينا في سورة هود وفي غيرها من مواضع القرآن الكريم التي ذكر الله فيها قصة لوط عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، عجل مشوي قربه إليهم. فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت. كانت سارة عليه السلام قائمة يعني على رؤوس هؤلاء الضيوف لتخدمهم، فضحكت سرورا وفرحا لقول الملائكة إنا أرسلنا إلى قوم لوط أي لنهلكهم، فضحكت سرورا لانتقام الله تبارك وتعالى من هؤلاء القوم الكفر الفجرة، فرحت بقدوم غضب الله عليهم لما تعلم من حال لوط ومعاناته معهم وصدودهم وكفرهم وارتكابهم الفواحش والمنكرات. قال وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وفي آية أخرى في سورة الذاريات يقول الله عز وجل: فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. أي عندما أخبرت بالبشارة من هؤلاء الملائكة يبشرونها ببشارة الله لها ولزوجها خليل الرحمن بأن الله عز وجل سيرزقهم إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قال فأقبلت امرأته في صرة، صرة يعني صرخة، فصكت وجهها على عادة النساء. المرأة الآن إذا بشرت بشيء عجيب أو بشرت بشيء مفرح أو بشرت بشيء غريب
فغالب النساء ترفع صوتها على اختلاف اللهجات واختلاف الكلمات عند الشعوب، لكن في الجملة غالب النساء يفعلن هذا الأمر، تشهق أو ترفع صوتها وتصيح وتضرب بوجهها على بيدها على وجهها، هذه عادة النساء. فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، يعني كيف ألد وأنا في الأصل عقيم، أنا في الأصل عقيم، امرأة عقيم، لا ألد لا أحمل، فإذا كنت لم ألد ولم أحمل في شبابي أألد الآن وأنا بلغت هذا السن من العمر؟ هذا أمر عجيب. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. وفي الآية الأخرى في آية هود قال الله تبارك وتعالى وامرأة قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. شوف من فضل الله عز وجل وإكرامه لهذا البيت الكريم ولهذا النبي الكريم أنه بشره بإسحاق، ليس فقط إسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، يعني ستشهدان يا إبراهيم عليه السلام ويا سارة عليك السلام، ستشهدان كرامة من الله بولادة إسحاق، ليس هذا فقط، بل وستريان حفيدكما يعقوب، وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، كلهم أنبياء، وتعلمون أن جميع أنبياء بني إسرائيل كانوا من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهو أبو الأنبياء. قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، كيف أنا ألد وأنا عقيم وزوجي عجوز وأنا امرأة عجوز؟ قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. طبعا كما سمعتم الآن ونقرأ وتقرؤون هذه الآيات من سورة هود، السياق واضح يبين ما المقصود بأهل البيت في هذه الآية، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فالسياق واضح أن المقصود بهذا البيت هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هو وزوجته سارة عليهما السلام، وليس المقصود بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كما يعني يدعيه أهل البدع، يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقتطعون ما يريدون، وهذه طريقة الزائغين أهل الزيغ والضلال، هذه طريقتهم، يقفزون على النصوص ويعارضون النصوص ويضربونها بعضا ببعض. أما أهل العلم فيقولون كل من عند ربنا، يردون المتشابه إلى المحكم فتتضح لهم المعاني من الله تبارك وتعالى، ويجعلونها كلها في نسق واحد ولا يضربون النصوص بعضها ببعض. فالمقصود أن أهل البيت في هذه الآية كما معروف أن السياق الكلام عن إبراهيم وعن زوجته سارة، لا علاقة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الموضوع أبدا. إذن بشر إبراهيم عليه الصلاة والسلام، بشر بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، ثم انطلقت الملائكة إلى قرى سدوم، وحاول إبراهيم عليه الصلاة والسلام حاول أن يثني الملائكة عن هذا العذاب وعن يعني تدمير قرى سدوم، وذلك لأنه يعني كما وصفه الله تبارك وتعالى بأنه حليم أواب عليه الصلاة والسلام، رحيم بهؤلاء، علهم أن يتوبوا، علهم أن يعودوا، علهم أن يقلعوا عن ما هم فيه من هذه الفواحش المنكرات. فنهوا إبراهيم، يا إبراهيم أعرض عن هذا، خلاص لا تناقشنا في هؤلاء الكفر الفجرة، وقد أمهلوا من الله تبارك وتعالى، أمهلهم بما فيه كفاية، حتى قالوا كما سيأتينا بعد قليل في قصة لوط، قالوا أتينا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. وهذه عادة جميع الأقوام مع أنبيائهم، أنهم بعد أن ينذرهم وأن يتوعدهم وأن يتهددهم
يقولون هذه الكلمة الشنيعة: ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. لذلك بيّن الله تبارك وتعالى حال إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال عندما بشر بإسحاق ويعقوب، قال: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. بعد أن عرف إبراهيم حقيقة مجيء هؤلاء الملائكة أنهم أتوا أولا لبشارته وقد تم ذلك بإسحاق ويعقوب، ثانيا لإهلاك وتدمير قرى سدوم قوم لوط، فأخذ يجادلهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام حتى يعني يمهلوا لعلهم أن يتوبوا كما قلنا. قال الله تبارك وتعالى: إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يا إبراهيم أعرض عن هذا، لا تجادل، خلاص انتهى، إنه قد جاء أمر ربك، إنهم آتيهم عذاب غير مردود. إذ حق العذاب من الله فلا معقب لحكمه ولا راد لقضائه ولا مانع لأمره سبحانه وتعالى، فإنه يمهل ولكنه لا يهمل، يملي للظالم فإذا أخذه أخذ عزيز مقتدر سبحانه وتعالى. لذلك يعني شيء بشيء يذكر، بعض الناس تجد في دعائه شيء من القنوط، شيء من الاستعجال في دعائي على هذا طاغية الشام أهلكه الله عاجل غير آجل، فبعضهم قد ينقذف في نفسه شيء من اليأس. قل: لا تيأس، يعني هذا الرعديد الكافر المجرم ما يقع منه قد وقع من أسلافه، قد وقع من أبيه المقبور قريبا، وقد وقع في تاريخ كم من الظلمة والطغاة والعتاة والمجرمين الذين ساموا العبادة المؤمنين سوء العذاب، كم؟ 1، 2، 3، 4، 10، كثر. ومع ذلك نفس القصة، كما يقال بالتعبير المعاصر، نفس السيناريو، حتى إذا بلغ الذروة في عتوه وظلمه وكفره وأنه يسوم العباد سوء العذاب أخذه الله أخذ عزيز مقتدر. وهذه من علامة الخذلان، من علامة الخذلان. لو كان هذا المجرم يعقل، لو كان فيه ذرة عقل لاعتبر، لو كان الله تبارك وتعالى أراد به خيرا لجعله يعتبر، لا أقول يعتبر بفرعون وهامان وبالطغاة الذين كانوا يعني من آلاف السنين، لاعتبر بمن كان قريبا مثل القذافي ومالتونس وغيرهم، خاصة بالقذافي لاعتبر به، كيف أنه قتل شر قتله، والآن أولاده وذريته شذر مذر مشردون في بقاع الأرض. فهذا من علامة الخذلان لهذا الطاغية، أن الله عز وجل تركه وأملاه وسيأخذه أخذ عزيز مقتدر، وإن ناظر وإن غدا لناظره لقريب، إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب، كما قال الله تبارك وتعالى على لسان الملائكة لوط عليه الصلاة والسلام. إذن حاول إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يمنع الملائكة من الذهاب إلى قرى سدوم علهم أن يتوبوا كما قلنا، ولكنهم بينوا له أن الأمر قد قضي. ما قصة قرى سدوم؟ قرى سدوم هي 7 قرى، مدن قريبة متاخمة للبحر الذي يسمى الآن بالبحر الميت، وذلك لأن هذا البحر لا ينتفع به وليس فيه كائنات حسب ما أعلم يعني. وأيضا أثبت العلماء المعاصرون أن في قاعه من الآثار ما يدل أن فيها مدن، كما سنذكر مما جرى لهؤلاء القوم الكفر الفجر. جاءهم لوط كما قلنا، ولوط عليه الصلاة والسلام ليس منهم من قومهم يعني، وليس لا ينتسب إليهم، إنما هو غريب عنهم كما قلنا، هو جاء بأمر إبراهيم له أن يذهب ويدعوهم إلى الله. كانوا هؤلاء كما قلنا من أفجر عباد الله، كفار، فجار، يعني هناك قد يكون كافر ولكنه فيه ما فيه من خصال الحسنة،
كالمروءة والشجاعة والكرم، كما هو حال الكفار أو بعض الكفار، ليس جميعهم، بعض الكفار في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، مثل بن جدعان مثلا، كافر مشرك ولكنه مثل حاتم الطائي في الكرم والجود ومكارم الأخلاق وحفظ عورات الآخرين والتنزه والتعالي على سفاسف الأمور، كان من الكفار من هذه أخلاقه. لكن هؤلاء أهل سدوم جمعوا الشرور كلها، فزيادة على كفرهم بالله العظيم كانوا من أفجر عباد الله تبارك وتعالى، يأتون في ناديهم يعني في مجتمعاتهم المنكر من الأقوال والأفعال الخبيثة، لا يستحي أحدهم من جليسه، بل ربما أتوا بالفاحشة إتيانهم الذكران من العالمين على مرأى ومسمع من الآخرين، فجور بهيمية لهؤلاء البشر، انتكاس في الفطرة والعياذ بالله. وهذا ما ذكره الله تبارك وتعالى عن حال قوم لوط. لذلك قال الله تبارك وتعالى: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. صدق، ما أتى هذه الفاحشة أحد من العالمين، إتيان الذكران. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. سبحان الله، جريمة لوط عليه الصلاة والسلام وأهل بيته، كان عنده ابنتان وقيل ثلاث بنات، جريمتهم في نظر هؤلاء المنتكسين الشاذين، جريمتهم أنهم قوم يتطهرون. سبحان الله، صارت الطهارة جريمة، وهذا الذي حقيقة هو واقع في زماننا من انتكاس الفطر، حتى تجد من هؤلاء الشاذين والشاذات من يطالب بحقوق لهم، يقولون زواج المثليين. وقع قبل شهرين أو أقل، لم تخن الذاكرة، في إحدى الولايات الأمريكية زواج لأحد أعضاء الكونغرس الأمريكي من صديقه، شذوذ. يعني أمثال هؤلاء يصلحون أن يكونوا قدوات لنا؟ أمثال هؤلاء السقطة من الناس، السفلة من البشر، هل يصلحون أن يكونوا قدوة لنا؟ مصيبة، كارثة. والمشكلة عندما تسمى مثل هذه الأمور يا أخي تقدم، يا أخي حرية، كيف هم؟ هؤلاء من المفترض أن يكونوا في حديقة الحيوان في الأقفاص، ليسوا في المجتمع البشري. المجتمع البشري مجتمع طاهر عفيف، بل حتى البهائم ما علمنا وما رأينا أن حمار نزع على حمار أو أن قرد نزع على قرد، لكن البهائم من البشر ينحدر الإنسان في اتباعه لخطوات الشيطان إلى أسفل أو أدنى من مستوى البهيمية بهذه الطريقة. المهم، كان هذا فعلهم الشنيع. بعد أن دعاهم لوط عليه الصلاة والسلام مرارا وتكرارا، اتقوا الله، استحوا، عدلوا هذه الفطرة الخبيثة، تتركون ما أباحه الله تبارك وتعالى من النساء الحلائل لكم وتأتون الذكران من العالمين، ما استجابوا لذلك. عندما انتهت الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل من إبراهيم عليه السلام وبشروه، نزلوا إلى قرى سدوم وأتوا إلى لوط، طرقوا عليه الباب
وكانوا جعلهم الله عز وجل في أحسن وأجمل صورة. هو طبيعي يعني الملائكة لا تتمثل إلا في أجمل صورة من صور البشر، يعني لا يأتيك ملك في صورة يعني في صورة بشعة، بخلاف الشياطين عادتهم يأتون في الصور البشعة. فأتوا في أجمل وأحسن صورة رجل، أو نعم رجل، فأتوا إلى لوط عليه الصلاة والسلام فرآهم. طبعا لوط لم يعلم في بداية الأمر أنهم ملائكة، فعلم عليه الصلاة والسلام أنه سيكون في بلاء وفي كرب. ومما زاد الأمر صعوبة وبلاء على لوط عليه الصلاة والسلام أن امرأته كانت امرأة خبيثة، خبيثة بأنها كانت على دين قومها، ليس خبيثة يعني كانت فاجرة بمعنى أنها زانية، فإن كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لم تزني امرأة نبي قط، إنما كانت خبيثة بمعنى أنها لم تكن على دينه، كانت على دين قومه. وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا، قال سبحانه وتعالى صالحين نعم فخانتاهما. فالخيانة هنا خيانة الدين وليس خيانة الفراش كما قلنا ذلك في مرة الماضية مع امرأة نوح عليه السلام. فهذه المرأة لخبثها كانت تعين قومها، فإذا أتى رجال ضيوف على لوط عليه الصلاة والسلام تقوم تخرج مسرعة وتخبر قومها ليفعلوا الفاحشة بهؤلاء الناس. فخرجت هذه المرأة الكافرة وذهبت إلى قومها لتخبرهم بأنه قد قدم على لوط رجال أحسن الناس صورة. فخاف لوط عليه الصلاة والسلام وأسرع لإقفال بابه عندما دخل الضيوف عنده، فجاء قومه مسرعين يهرعون إليه فطرقوا الباب. فعندما علم لوط عليه السلام أنهم بالخارج شدد في منعهم، فأخذوا يدافعون الباب يريدون أن يقتحموا البيت، وهو عليه الصلاة والسلام يردهم ويذكرهم بالله تبارك وتعالى، وهذا ما ذكره الله عز وجل لنا. قال سبحانه وتعالى ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا، يعني ضاق صدره، ليس بخلا وعدم إكرام الضيف، لكنه يعلم ما سيلقى من هؤلاء القوم الكفرة الفجرة، خصوصا ما رآه من حسن صورة هؤلاء الرجال عليهم السلام وهم الملائكة. وقال هذا يوم عصيب، هذا يوم شديد البلاء فيه، وجاءه قومه يهرعون إليه مسرعين عندما أخبروا من قبل زوجته. ومن قبل كانوا يعملون السيئات، أي هذه الفواحش المنكرات، قال يا قومي، وهم يدافعون الباب وهو يدافعهم وهو لوحده عليه الصلاة والسلام، وقد اجتمعوا يريدون أن يقتحموا عليه بيته ويأخذوا الضيفان من بيته. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. معنى قول لوط عليه السلام هؤلاء بناتي، قال العلماء في ذلك معنيان. المعنى الأول هؤلاء بناتي أي بناته، عنده ثلاث، اثنتان من البنات وقيل ثلاث، فكان يقول هؤلاء بناتي تزوجوهن لتعفوا أنفسكم أطهر لكم. والمعنى الآخر وهو أيضا مشهور عند أهل العلم هؤلاء بناتي يعني نساءكم، لأن كما جاء في الحديث لأن كما قال عليه الصلاة والسلام إنما أنا مثل الوالد لكم، النبي أو الرسول عليهم السلام بمثابة الوالد لقومه، بمثابة الوالد
لقومه. فقالوا قول لوط عليه الصلاة والسلام هؤلاء بناتي، إما أنه أراد بناته فعلا يعني الزواج، أو أنه أراد نساءهم فهن بمثابة بناته. قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. وطبعا ما ذكره أهل الكتاب من كلام فظيع يندى له الجبين في اتهام لوط عليه الصلاة والسلام، وهو الكريم عليه الصلاة والسلام، هذا النبي الكريم، وأيضا ما يقوله بعض أهل البدع من جواز مثلا الزنا أو ما عدا ذلك من الأمور القذرة التي حقيقة لا أريد أن أعكر الأسماع بذكرها. المهم أن كل هذا باطل، وكل ما ذكر عن يعني في من تفاصيل منكرة تخالف الكتاب والسنة وتخالف ما عليه حال الأنبياء والمرسلين. فالذي أراده هؤلاء بناتي تزوجوهن، أو هؤلاء بناتي أي أزواجكم هن أطهر لكم من هذه النجاسة والقاذورات. قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، لا تفضحوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ ما في واحد فيكم يفهم صنع عاقل؟ ما كان من هؤلاء الخبثاء وهم يحاولون، طبعا كل هذا الحوار عند الباب، ها لوط يحاول أن يصدهم وهم مجتمعون ليقتحموا عليه الباب. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. أيضا يتبجحون بهذه الفاحشة. عندها قال هذا النبي الكريم وكأنه قلت حيلته، قال لو أن لي بكم قوة، لو أن لي بكم قوة، لو 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 كان عندي عصبة قبيلة تمنعني وتدافع عني وترد هذا الباطل الذي تريدون أن تفعلوه. قال هذا الكلام كما قلنا لأنه ليس منهم، هو غريب، ليس من قومي قرى سدوم. فقال لو أن لي بكم قوة، لو عندي قوم يدافعون عني يفزعوني، لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، والركن الشديد هو الله تبارك وتعالى. فآوى إلى ركن شديد ودعا الله تبارك وتعالى. عندها طبعا الملائكة في صورة البشر الثلاثة الجالسون في بيت لوط هم جالسون يعني، وهم يرون هذه المشادة والمدافعة بينه وبين قومه. فعندما وجدوا من لوط عليه الصلاة والسلام يعني هذا الهم والغم، وأنه قال لو أن لي بكم قوة، لو عندي ناس يدافعون عني، هنا تكلمت الملائكة وقالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل، أي في الليل، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم. فأمرت الملائكة لوط عليه الصلاة والسلام، ويقال والعلم عند الله عز وجل أنه قام عندما هم باقتحام البيت وبكسر الباب، قام جبريل عليه السلام ثم صفعهم صفعة واحدة بطرف أحد أجنحته فطمست أعينهم، وهذا الذي ذكره الله عز وجل، قال فراودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. طمست هذه الأعين بل غارت في وجوههم فأصبح لا أثر لها، فرجعوا وهم يصيحون يتلمسون الجدران وقد فقدوا أبصارهم، وهم يقولون موعدنا وإياه غدا، أي غدا سنريه كيف سيكون انتقامنا. طبعا هم لم يعلموا من أين أتتهم هذه الصفعة المدمرة التي طمست أعينهم أو التي طمست أعينهم. ثم قالت الملائكة يا لوط إنا رسل ربك لن يصل إليك لا تخف، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد، مهما سمعتم من الصراخ والبكاء والاستغاثة والأصوات المخيفة المدمرة لا تلتفتوا إلا امرأتك، هذه المرأة الكافرة
ستخرج معك لأنها من جملة أهل بيتك، ستلتفت وسيأتيها العذاب، ولكن أنت وابنتاك لا تلتفتان مهما سمعتم من الصراخ والعذاب والأصوات والتدمير، سر إلى حيث يشاء الله تبارك وتعالى. فعلا. ثم قالت الملائكة إن موعدهم الصبح، هذا الكلام في الليل، هم جاءوه بعد غروب الشمس وجاءوا يعني يهرعون إليه، ووقع ما وقع ما ذكرته لكم. ثم قالت الملائكة بعد أن طمست أعينهم وذهبوا، قالت الملائكة إن موعدهم الصبح. فلوط عليه الصلاة والسلام كأنه قد استبطأ موعد الصبح، قال الصبح، فقالت الملائكة أليس الصبح بقريب؟ ما بقي شيء على الصبح، وقت يسير، فسر على بركة الله. فخرج لوط عليه الصلاة والسلام وابنتاه وامرأته، ثم عندما أشرق الصباح جاءهم جبريل عليه الصلاة والسلام ورفع قراص دوم بجناحه عليه الصلاة والسلام، وكانت سبعة مدن متاخمة قريبة بعضها من بعض، فرفعها بما فيها من الأراضي والدور والمزارع والبهائم، رفعها عن بكرة أبيها، ورفعها ولا يزال يرتفع بها إلى أن بلغت عنان السماء، حتى سمع أهل السماء من الملائكة صياح ديكتهم ونباح كلابهم، ثم قلبها وهوى بها إلى الأرض. وأتبعهم بعد ذلك حجارة من سجيل، سجيل كلمة فارسية معربة يعني حجارة صلبة قوية، فأتبعهم حجارة من سجيل منضود، منضود أي متتابع، جعله الله عز وجل كالمطر في سرعته وكثرته وتتابعه، مسومة، كانت هذه الحجارة مسومة أي مرقمة معلمة، كل حجارة عليها اسم الشخص الذي ستهلكه، فلم تبقي منهم أحدا، فأهلكهم الله عز وجل بهذه الصورة الشنيعة الفظيعة، وحل عليهم هذا العذاب. عندما وقع العذاب ولوط عليه الصلاة والسلام في طريق خروجه ومعه ابنتاه وزوجه، عندما وقع هذا العذاب وظهر الصراخ والأصوات المدوية، التفتت امرأة لوط وقالت واقوماه، فأهلكها الله تبارك وتعالى وأصابها بحجارة لأنها مسومة، كل واحد على اسمه، لا تخطئ هذه الحجارة أحدا أبدا مما أراد الله تبارك وتعالى هلكه. فقال الله تبارك وتعالى في حالهم سبحانه وتعالى، قال فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها، عاليها سافلها، وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود، مسومة، مسومة أي مرقمة معلمة كما قلنا، كل باسمه، مسومة عند ربك، وما هي من الظالمين ببعيد. عذاب الله عز وجل قريب من الظالمين. وأيضا في هذا كما قال ابن كثير وغيره، قال فيه وعيد لكل من يقع في هذه الفاحشة إلى يوم الدين، فإن عذاب الله قريب منه، وما هي من الظالمين ببعيد، يعني هذه الصورة من العذاب ليست ببعيد عن كل ظالم يقع في هذه الفاحشة المنكرة. إذن كما قلنا وقع عليهم هذا العذاب العظيم من الله تبارك وتعالى، وذكر الله تبارك وتعالى هذه الصورة في يعني صورة هذه العذاب وما جرى لهم في أكثر من موضع من القرآن الكريم، مثلا كما قال الله تبارك وتعالى قال إنا أرسلنا عليهم
إنا أرسلنا إلى قوم مجرمي على الملائكة لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. جعلها الله عز وجل قرى سدوم آية علامة لكل معتبر، لكل من أتى إلى تلك الديار يراها يتذكر ما جرى لهم بسبب هذه المعصية الشنيعة التي ارتكبوها. أنجى الله تبارك وتعالى لوطا وابنتيه عليهما السلام، وكان هذا هو آخر خبر لوط فيما نعلم فوق كل ذي علم عليم. وذكر أهل العلم عقوبة من عمل هذه الجريمة الشنيعة والتي تعرف باللواط، ولكن الصحيح لا تسمى لواط، لأن لواط نسبة إلى لوط عليه الصلاة والسلام، لواط نسبة إلى لوط، وهذا الأمر لا يصح. كيف تنسب هذه الفاحشة الشنيعة إلى هذا النبي الكريم الذي عاش حياته يعني في دعوته إلى قرى سدوم وهو يعارضها ويحذرهم منها وينكر عليهم، فكيف تنسب إليه؟ فلا تصح نسبتها إلى لوط لا شرعا ولا لغة. حتى من حيث اللغة يقولون لاط يلوط لواطا يعني أصلح، وجاء في الحديث أن من تقوم عليه الساعة رجل يلوط حوضه، يلوط يعني يصلح حوضه. فلذلك لا يصح، والعلم عند الله عز وجل، نسبة هذه الكلمة تقول لواط، نسبة هذه الفاحشة إلى اللواط لا تصح لا شرعا ولا لغة، إنما تسمى بعمل قوم لوط، تسمى بعمل قوم لوط. وهذا الذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من وجدتموه أو رأيتموه يعمل عمل قوم لوط، لاحظ ولم يقل يعمل اللواط، قال يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل والمفعول به. أو تسمى بالسدومية، بعض الكتب الأجنبية تسميها بهذا الاسم السدومية، لا بأس تسميتها بالسدومية نسبة إلى سدوم، هذا نسبة صحيحة لأنهم الذين كانوا يفعلون هذه الفاحشة فتنسب إليهم، فلا تنسب إلى نبي الله لوط، هذا هو المقصود، لا تقول لواط ولكن قل عمل قوم لوط. الحكم الشرعي في ذلك، الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم مجمعون على أنه من عمل عمل قوم لوط يقتل، ولم يفرقوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بين المحصن وغير المحصن، يعني ليس كالزنا، الزان المحصن يرجم يقتل وغير المحصن يجلد وتغريب عام، إنما عمل قوم لوط يقتل سواء كان يعني محصنا أو غير محصن، فهم متفقون على قتله الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولكنهم مختلفون في طريقة القتل. منهم من قال يقتل رجما بالحجارة كحال الزاني المحصن، واختار جمع منهم كعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال بل يرمى من شاهق، يرمى من مكان مرتفع، يعني يؤخذ إلى جبل أو إلى عمارة الآن مثلا ناطحة سحاب ويرمى منها ثم يتبع بالحجارة كما فعل الله عز وجل مع قرى سدوم الذين يفعلون هذه الفاحشة، أن الله عز وجل جعل عاليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل منضود. ومن كلام العلماء الجميل أنهم قالوا هناك مناسبة، وهذه ربما قلتها لكم أحبتي في دروس يعني سابقة، دائما تأمل بين الثواب والعمل وبين العقوبة والعمل، يعني مثلا إذا وجدت عملا جاء في الشرع أن من عمل هذا العمل له كذا وكذا من الثواب، تأمل ستجد رابطا بين العمل وبين الثواب، وكذلك العقوبة، لو جاء في الشريعة من فعل كذا وكذا فإنه يعاقب بكذا وكذا، ستجد في رابط في علاقة، لأن الله الحكيم سبحانه وتعالى في أوامره ونواهيه وفي ثوابه وعقابه سبحانه وتعالى. فما هي المناسبة؟ يعني ما الحكمة
في هذه العقوبة؟ يعني قد يقول قائل يعني ما الحكمة في أن الله عز وجل مثلا لم يهلكهم برجفة أو بصيحة كما فعل بقوم صالح وبقوم هود عليهم السلام؟ صحيح، هذا سؤال. يعني هذه مقصودة، هل هناك علاقة؟ نعم هناك علاقة. قال العلماء لأن فطرهم انتكست، فطرهم منتكسة، فيتركون النساء ما أحل الله تبارك وتعالى لهم ويأتون ما حرم الله عليهم من الذكران، وهذه انتكاس في الفطرة. فقال كذلك نكس الله عليهم مدينتهم فجعل عاليها سافلها، فقال هذه المناسبة، وهم المؤتفكات كما قال الله عز وجل والمؤتفكة أهوى. المؤتفكة يعني المنقلبة. المؤتفكة في القرآن الكريم هم قوم لوط، لأن المؤتفكة المنقلبة الذين قلب عليهم أرضهم وقراهم فجعل عاليها سافلها، فكان هذا الانتقام من الله تبارك وتعالى. إذن هذا كان هو آخر خبر لوط فيما نعلم، وفوق كل ذي علم عليم. أما إبراهيم عليه الصلاة والسلام فبعد هذا العمر المديد وبعد هذه الحياة المباركة التي عاشها صلوات الله وسلامه عليه، توفيت زوجه سارة عليه السلام وقد حزن عليها حزنا عظيما ورثاها، والحزن هذا أمر لا بأس به إذا لم يخرج الإنسان عن القصد، بل هذا هو المتوقع وهذا هو الذي تقتضيه الفطر السليمة، أن يحزن الإنسان في مواضع الحزن، أن يبكي في مواضع البكاء، أن يضحك في مواضع الضحك، وهكذا. فحزن عليها، كانت رفيقة دربه عليه السلام وأم ولده وبنت عمه، فكانت حظية عنده. فتوفيت بعد أن بلغت من العمر 127 سنة، فحزن عليها ورثاها ودفنها، يقال والله أعلم دفنها في مغارة في أرض من بلاد الشام وتحديدا من أرض فلسطين. وبعد ذلك تزوج بعدها عليه الصلاة والسلام، تزوج امرأة يقال لها قنطورة بنت يقطن، قنطورة بنت يقطن تزوجها الكنعانية، فأنجبت له 6 من الولد، أنجبت له مديان وزمران وشوحة ويقشان ويشباق ومدان، هذه كانت أساميهم. ثم تزوج أيضا بعدها بامرأة اسمها حجون بنت أمين، فأنجبت له أيضا 5 من الولد، كيسان وسورج وأمين ولوطان ونافس، هؤلاء هم أولاده عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء. ثم حضرته الوفاة، لأن الجميع سيموت ويبقى الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى، بعد أن رأى ظهور رسالته وأقر الله تبارك وتعالى عينه بأولاده بإسماعيل، وبنى بيت الله الحرام، وأيضا بنى حفيده وهو يعقوب، لأنه عاصر إسحاق ورأى يعقوب عليهما السلام، وبنى حفيده بعد 40 سنة من بنيانه، من بنيان الخليل بيت الله الحرام، بعد 40 سنة بنى حفيده يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، بنى المسجد الأقصى، وكان بينهما 40 سنة كما جاء في ذلك الحديث الصحيح. وأما ما جاء عن أهل الكتاب بأن الذي بنى المسجد الأقصى سليمان عليه السلام فهذا غير صحيح، سليمان عليه السلام جدد بنيانه، لكن الذي بناه أولا يعقوب عليه الصلاة والسلام، كما أن الذي بنى المسجد الحرام إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فكانت هذه حقيقة الخاتمة الحسنة، قرت عين نبي الله إبراهيم بعد أن رأى رسالته ورأى ذريته التي سيكون منها الأنبياء والمرسلون. جاءت الوفاة، ثم أيضا قيل أنه دفن بجانب زوجته سارة في هذه المغارة، ولذلك تسمى هذه المنطقة بمنطقة الخليل، لا معروفة تسمعون في الأخبار في فلسطين الخليل، نسبة إلى خليل الرحمن وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
أنه دفن في تلك البقاع. ولذلك يعني أيضا يقول ابن كثير رحمه الله فيما أذكر من كلامه عندما ذكر هذه القضية قال: والذي ينبغي للإنسان أن يتحرز إذا دخل هذه المنطقة خصوصا في الحدود التي يظن أنه قد دفن فيها نبي الله إبراهيم، يتحرز ألا يكون يعني يطأ هذا القبر الكريم لهذا النبي الكريم في هذه البقعة من الأرض المباركة أي من بلاد الشام. نقف عند هذا الحد بعد أن من الله علينا ويسر ذكر قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ونلتقي إن شاء الله تبارك وتعالى غدا مع قصة نبي آخر من أنبياء الله تبارك وتعالى، وهو نبي الله شعيب وما جرى له.